بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان التحضير للبكالوريا في مادة الرياضيات رقم 13، حيث سوف نتطرق في هذا الفيديو عن حساب النهايات باستعمال الحصر. إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذن قلنا نتحدث عن حساب النهايات باستعمال الحصر. إذن لاحظوا من خلال هذا المثال عندنا F دالة معرفة على R، بحيث من أجل كل X ينتمي إلى R لدينا أن F لX محصورة بين عددين اللي هو الواحد والاثنان. قال نعتبر دالة G المعرفة على R نجمة، يعني كل الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. بالعبارة G لX تساوي لنا 3 في F لX زائد 5 على X هو 3. قال أعطي حصر للعبارة G لX، ثم استنتج نهاية G لX لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية ولما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن فلنتابع هنا جيدا أبنائي. أولا ننطلق بالإجابة على السؤال الأول. قال أعطي حصر للعبارة G لX، إذن نكتب هنا حصر G لX. لاحظوا هنا أبنائي، دائما في الحصر ما أوصيكم به وأعلمكم هو أن تنطلقوا من أول معطيات. لاحظوا لأن جي لي إكس ها هي قيمتها اللي هي 3 في F لي إكس زائد 5 على إكس قوة 3. ننطلق بالمعطية الأولى، هذا من قواعد الحصر. نقول لدينا هكذا، لدينا أن F لي إكس محصورة ما بين الاثنان وماذا والواحد. كيف نفعل حتى نصل إلى هذه العبارة؟ أكيد ما ينقصنا يا أبنائي لو نلاحظ ينقصنا العدد 3، والعدد 3 قيمة موجبة، معناه نضرب هنا في 3 وهنا في 3 وهنا في 3، فماذا ينتج لنا؟ لأنه قيمة موجبة، لو كانت هنا ناقص 3 لا قلبت المتباينة اتجاهها، فتصبح لنا هكذا 3 في F لX ومن هنا 6 ومن هنا ماذا؟ ومن هنا 3. لو نلاحظ جيدا كذلك أبنائي ماذا ينقصنا؟ ينقصنا العدد 5، نضيف من هنا 5 ومن هنا 5 ومن هنا 5، فماذا ينتج؟ تصبح لنا 8 ومن هنا 3 في F لX زائد 5، لأن قلنا الجمع عملية تبديلية، وفي هذا الطرف تصبح لنا هنا 11. هل وصلنا إلى هذا الشيء أم ما زال بعد؟ لاحظوا أبنائي هنا قلنا أن G لX هذه الدالة G معرفة على R نجمة، يعني فيها القيم الموجبة والقيم السالبة، معناه هذا X قوة 3. انظروا وتابعوا معي، هذا X قوة 3 ليس X مربع، لو كان X مربع لقلنا إنه موجب مع مجموعة يصبح لنا موجب تماما، لكن بما أنه X قوة 3 فالX قوة 3 أعطيكم مثال، لو كان مثلا عندنا ناقص 1 قوة 3، الناقص في الناقص في الناقص يعطينا ناقص 1، لو كان الواحد قوة 3 يعطينا كم؟ يعطينا الواحد. معناه الأعداد السالبة لما نجعل لها قوة سالبة، قوة هذه قوة 3 تبقى سالبة، والأعداد الموجبة إذا أعطينا القوة هذه 3 تبقى عدد موجبة. معناه هنا علينا يا أبنائي أن نعطي حالتين. نتابع جيدا. إذا لاحظوا جيدا، أولا نحن ماذا نملك؟ نملك أن دي جي مجموعة تعريف الدالة جي هي R نجمة، يعني لما نعطيها على شكل مجال من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر مفتوح اتحاد من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية، يعني يوجد لنا مجالين، ها هو مجال وها هو مجال. لاحظوا جيدا أبنائي، نقول واحد أو ألف، أولا إذا كان X ينتمي إلى المجال الموجب اللي هو من صفر إلى غاية زائد ما لا نهاية، يعني يصبح لنا هنا على شكل متباين أن X أكبر تماما من الصفر، فإن ماذا؟ فإن X قوة 3 يبقى قيمة أكبر تماما من الصفر. معناه لو نأتي بهذه العبارة، تابعوا جيدا أبنائي حتى تتعلموا إلى قواعد الحصر، لو نأتي بهذه القيمة ونقوم بقسمتها على X قوة 3 وهنا، أو نضربها في الأصل نضربها في واحد في واحد على واحد على X قوة 3، إذن هنا X قوة 3 وهنا X قوة 3،
فلا تتغير اتجاه المتبين لأن x قوة 3 موجب. إذن فتصبح لنا لو ندقق جيدا ولاحظوا معي، لو نأتي الآن إلى هذه العبارة، أليس هي العبارة جي لx؟ نعم. إذن فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا جي لx في هذه الحالة محصورة ما بين 11، عفوا قلت 11 على x مكعب، وفي الجهة الأخرى 8 على ماذا؟ على x مكعب. هذا ماذا؟ هذا الحالة ألف. نأتي الآن إلى الحالة باء، نقول باء إذا كان x ينتمي إلى المجال الآخر اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر، أي أن x يكون أقل تماما من الصفر، معناه أن x قوة 3 يبقى كذلك أقل من الصفر، وجربوا بأي عدد سالب واجعله قوة 3 مثل ما تحدث، فماذا ينتج؟ لاحظوا وتابعوا معي. لو نأتي الآن بعبارة هذه العبارة ونضعها في هذا المكان ونضربها في ماذا؟ في واحد على x قوة 3، يعني هذه كليا هذه تضرب في واحد على x قوة 3، لكن نحن نعلم يا أبنائي أن واحد على x قوة 3 هو قيمة سالبة. لماذا؟ لأن هذا إذا كان سالب وجعلنا له المقلوب فيبقى سالب، ناقص 5 عدد سالب، إذا قلنا ناقص 1 على 5 يبقى عدد سالب، يعني لا يحدث شيء، حتى نفهم هذه القواعد. إذا نحن نعلم أبنائي أن المتباينة إذا ضربت في عدد سالب يقلب ترتيبها، معناها تصبح لنا هكذا، تصبح لنا هنا 11 على x قوة 3، قلت قوة 3 أقل أو يساوي لنا ماذا؟ 3 في f ل x زائد 5 على x قوة 3، ومن هنا تصبح لنا 8 على x قوة 3. لماذا؟ لأن قلت العدد السالب هذا إذا ضرب في متباينة فيغير ترتيبها، بعدما كانت هنا 8 لاحظوا أصبحت من هنا 8، وهذه الرمز الأكبر أو يساوي أو الأصغر أو يساوي لم يتغير. لاحظتم أنه هذا جاء إلى هنا وهذا جاء إلى هنا، فماذا أصبحت؟ فأصبحت لنا أن جي لx في الحالة الثانية محصورة ما بين 8 على x قوة 3 ومن هنا 11 على ماذا؟ على x قوة 3، حتى نفهم هنا جيدا. إذن هكذا قلت قوة 3، هذه الحالة ألف وهذه الحالة باء، يعني هنا قد أعطينا لماذا؟ أعطينا حصر العبارة اللي هي عبارة الدالة، هذه اللي هي عبارة جي لي إكس، مع مراعاة قلت لأن نحن نتحدث هذا إكس عدد حقيقي فيه الموجب وفيه السالب، ليس عدد يعني مضبوط 5 أو ناقص 5 نعرف طبيعة إشارته، هكذا حتى نفهم جيدا. بعدما أنهينا مع هذا السؤال الآن نأتي الآن إلى السؤال الآخر نتابع جيدا، هو السؤال الأخير. قال لاحظوا ماذا قال أبنائي، قال استنتج ليميت جي لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية وإلى زائد ما لا نهاية. إذا نكتب هنا كعنوان للجواب استنتاج ليميت جي لإكس لما إكس يؤول أولا إلى ناقص ما لا نهاية ثم ليميت عند الزائد ما لا نهاية. والسؤال جاء بصيغة استنتج، معناه أكيد سوف نستغل هذه. أولا عند x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، معناه في هذه هي الحالة لما يكون x سالب. إذا لاحظوا جيدا، ها هي العبارة التي تحصلنا عليها حتى نفهم جيدا، ها هي العبارة التي تحصلنا عليها بالحصر هذا لما x يكون سالب. فماذا تقول القاعدة؟ هنا سوف نستعمل بما أن سمينا عنوان الفيديو بالحصر حساب نهاية بالحصر، فماذا أننا نقول؟ لدينا أولا ليميت، انظروا ليميت 11 على x قوة 3 هي نفسها ليميت تابعوا 8 على x قوة 3 لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وهنا لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية وتساوي أي عدد على ما لا نهاية يعطينا 0. ركزوا أرجوكم، إذا كان هذه الجهة النهاية أعطت لنا 0
وهذه الجهة أعطيت لنا صفر، فقاعدة الحصر ماذا تعطي النهاية هذه؟ تعطي لنا صفر. فنقول حسب مبرهنة الحصر ماذا نجد أبنائي؟ أنه ليميت جي لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا قلنا لما إكس يؤول إلى ناقص ما تعطينا كم؟ تعطينا صفر. لماذا أبنائي؟ لأن من هنا صفر ومن هنا صفر، قاعدة الحصر تقول فإن نهاية هذا الوسط هو صفر. كذلك الآن نتحدث عن النهاية لما يؤول إلى زائد ما لا نهاية، نقول ليميت ماذا؟ جي لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. نحن ماذا نملك؟ نملك هذا الحصر لما كان إكس موجب، ها هو لما كان إكس قلنا ماذا؟ موجب، ليس إكس سالب، لأن في الحالة إكس سالب ها هو الحصر الذي تحصلنا عليه، أو ها هو أمامكم. الآن نحن نملك الأمر الثاني أنه ليميت جي عفوا ليميت 8 على إكس قوة 3 تساوي لنا ليميت ماذا؟ 11 على إكس قوة 3 لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وهنا لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية وأي عدد على ما لا نهاية إنه صفر. نقول حسب كذلك حسب مبرهنة من؟ مبرهنة خاصية الحصر، فإن ماذا؟ فإن ليميت جي لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا القيمة صفر. حتى نفهم هنا جيدا، هذا هو ما نسميه قاعدة الحصر. أما يقول أحدكم يا أستاذ إذا كانت النهاية من هنا صفر ومن هنا واحد، هل يمكن أن نعين ليميت جي لإكس؟ لا يمكن، يجب أن تكون محصورة ما بين نفس العددين. معناه إذا كانت مثلا من هنا النهاية وجدناها 5 ومن هنا 5، فنقول نهاية جي لإكس تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 5، بقاعدة أو مبرهنة الحصر فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى مثال متخاص بالدوال هنا الجيبية، يعني الكوس والسينيس وما أشبه ذلك. لاحظوا قال عندنا في المثال قال F دالة معرفة على مجال من صفر إلى زائد من مفتوح بالعبارة ماذا؟ F لX تساوي سينس 2X على الجذر X. قال أحسب نهاية F لX لما X يؤول إلى زائد من النهاية. إذا نكتب هنا عنوان حساب ماذا؟ ليميت F لX لما X يؤول إلى أكيد إلى زائد من النهاية. ركزوا هنا أبنائي نقطة نقطة. هنا كذلك بما أن الأمر متعلق بالحصر نقول أنه ماذا؟ نحن نملك قاعدة تقول أنه إذا كان عندنا أي سينس، أي سينس سينس 2X دائما السينس محصور ما بين الواحد والناقص واحد، هذا لا جدال في ذلك. قلت لا جدال في ذلك، سينس حتى لو قلنا سينس F لX يعني سينس دالة، نقول مثلا هكذا سينس جي لي إكس هكذا، فإنه محصور ما بين الواحد والناقص واحد، هذا هو المعهود في الدائرة المثلثية. الدائرة المثلثية لو جينا إليها وقلنا هكذا، فدائما درستم أن هي دائرة نصف قطرها كم؟ واحد، يعني البعد من هنا واحد ومن هنا واحد ومن هنا واحد ومن هنا واحد. فالسينس مهما كان فهو محصور ما بين الناقص واحد والواحد فقط، هذه هي قيم السينس. حتى نفهم جيدا الآن معناه أنه هذه القيمة التي في البسط محصورة ما بين ناقص واحد وواحد. عندنا بما أن X أين ينتمي في مجموعة التعريف؟ الإكس قلنا ينتمي من المجال من صفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية، أي ماذا؟ لو نترجم أي أن X قيمة، كيف هي؟ قيمة موجبة تماما، معناه لو نجذرها تبقى كذلك موجبة تماما، لو نجعل لها المقلوب فتصبح هنا واحد على جذر X لا تصبح سالبة، احذروا تبقى دائما موجبة، لأن الأمر لما يصبح المقلوب مع الصفر يبقى ثابت، معناه تصبح هنا معناه إشارة لا تغير، معناه يصبح لنا هذه القيمة مهما كان هي قيمة موجبة. إذا واحد على جذر X تبقى دائما قيمة كيف هي؟ موجبة. نقول بضرب، إذا سمينا هذه العلاقة واحد، إذا بضرب واحد في العدد، من هو العدد؟ اللي هو واحد على جذر X، نجد أن معنى هذه القيمة نضربها في هذه، وهذه بما أن هذه واحد على جذر X قيمة موجبة فلا تتغير، يتغير اتجاه المتباينة، فتصبح لنا السينس
اثنان إكس على ماذا؟ على جذر إكس، لأن البسط في البسط والمقام في المقام، ومن هنا تصبح لنا واحد على جذر إكس، ومن هنا ناقص واحد على جذر إكس. يقول أحدكم لم أفهم، هذه القيمة أضربها في هذه، فيصبح لنا البسط في البسط والمقام في المقام، تصبح لنا واحد على جذر إكس، وهنا تصبح لنا سينس اثنان إكس على جذر إكس، وهنا ناقص واحد على جذر إكس. الآن هنا نستعمل ما نسميه، قلت نستعمل الحصرة، نقول لدينا أن ليميت واحد على جذر إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية هي نفسها ليميت واحد على ناقص، أو ناقص نكتب هنا ناقص، ناقص واحد على جذر إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وكلهم لأن هذه تعطي لكم واحد على ما لا نهاية، وهذه ناقص واحد على ما لا نهاية تعطينا كم؟ صفر. إذا بما أن هذا الطرف وهذا الطرف أعطي النهاية عند الزائد ما لا نهاية صفر، نقول حسب مبرهنة من؟ مبرهنة الحصرة، فإن تصبح لنا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية كم تعطينا؟ تعطينا صفر. يقول أحدكم لم أفهم، بما أن هذه أعطت لنا صفر النهاية، وهذه أعطت لنا صفر، فإن هذه النهاية كم؟ تصبح لنا صفر، وهذه العبارة اللي هي سينس 2 إكس على جذر إكس، أليس هي الأف لإكس التي أعطيت لنا في نص التمرين؟ نعم، ها هي أمامكم. هكذا ما نسميه يا أبنائي حساب النهاية باستعمال شيء اسمه الحصر فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.